تعقد وزارة الداخلية معرض الصور التاريخية والذي يحكي محطات تاريخية مضيئة من تاريخ شرطة مملكة البحرين، ذلك بمجمع السيف في الملامة ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية. ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية، تعقد وزارة الداخلية حالياً في مجمع السيف معرض الصور التاريخية والذي يحكي محطات تاريخية مضيئة من تاريخ شرطة البحرين ظلت خلالها أقرب للمواطن واهتماماته، لتؤكد شرطة البحرين أن الأمن مسؤولية الجميع. الهدف من المعرض هو اطلاع الجمهور على الحقبات الزمنية اللي مرت فيها شرطة البحرين والتغيير اللي تم فيها. البرنامج عبارة عن معرض أمني يضم أربع أجنحة، الجناح الأول هو الوثائق والصور التاريخية، الجناح الثاني الزي العسكري لوزارة الداخلية، ثم هنالك جناح أخير وهو يتعلق بمجلد وطني شاركت فيه الحمد لله جميع الأجهزة الأمنية ذات التخصص. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا البرنامج. الهدف منه حقيقة هو نشر التوعية والثقافة الأمنية للشريحة الزائرة في هذا المجمع، كذلك ممكن أن نوصل المعلومة للكثير من الأخوان قد يتغافل عنها، وهي المراحل التاريخية لهذه الوزارة العريقة منذ تأسيسها حتى هذا اليوم. طبعا شاركت مجلد وطني في المعرض المتنقل للصور التاريخية لشرطة البحرين في مجمع السيف. هدفنا من هذه المشاركة هي تعريف الأطفال بتاريخ شرطة البحرين وتعريفهم بالزي الرسمي عن طريق عرضنا للرسومات والصور، توزيع المجلات للأطفال طبعا، وفي كل عدد راح نستعرض نبذة تاريخية عن شرطة مملكة البحرين. إن تاريخ شرطة البحرين يمثل جزءاً من الثقافة الوطنية البحرينية، ثقافة مجتمع تحمل في طياتها مقومات التماسك والهوية الوطنية وترسخ بين جنباتها أعمدة الانتماء الوطني. الحلو والجميل في وزارة الداخلية أنها هي واكبة العصر، قضية السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا في كل تقريباً برنامج في حساب حق وزارة الداخلية، إذا في أي إشكالية. طبعا مشكورة وزارة الداخلية أن هي تنوه يعني الشعب البحريني بأن هناك مشكلة معينة في هذا المكان يرجى توخي الحذر، فجهود وزارة الداخلية يعني واضحة، يعني ما تحتاج إلى تعريف وتوضيح. الشيء اللي يمكن أنا كمواطن وكأكاديمي أن يعني أعبر عنه أنه هو أهمية تعاون المجتمع مع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن، سواء كان في الطريق، في البحر، في المجتمع. أهمية التواصل المباشر مع وزارة الداخلية هو اللي حقق الأمن في البلد. اليوم جهود الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي، حفظ أسرار الناس وحفظ خصوصياتهم، عندك عن طريق شرطة المرور الله يجزاهم خير ويعني كثر خيرهم، تنظيم السير، مساعدة الناس في الشوارع، عندك شرطة النجدة ما يقومون من خدمات. أشوف الحمد لله رب العالمين الأمن مستتب إن شاء الله في البحرين بصفة طيبة وممتازة من خلال ملاحظتي في المجمعات، في الشوارع الرئيسية، في الأحياء، في جميع الشوارع وجميع الأماكن، وهذا شيء صراحة يشكرون عليه الجماعة في وزارة الداخلية على هذه الجهود وعلى هذا النشاط والتواجد المكثف والأمن والأمان. والحمد لله رب العالمين من خلال زياراتي هذه ما شفت أي مشكلة جنائية أو أمنية داخل البحرين، وذلك من نشاط واستعداد وزارة الداخلية بصفة مستمرة بجهودها أفرادها وضباطها. مؤخرا وزارة الداخلية بنقول إحنا الثمرة اللي هي حطتها واضحة تبين إلى كل المجتمع بانخراط شرطة وزارة الداخلية في التنسيق وتنظيم الفعاليات، اهتمامهم بأداء أدوارهم صار ظاهر إلى المجتمع. يعني صار لما تطلب النجدة من أي حد صرت تحس أنه إيه في وراك دا
دعم ممكن تحصله. إحساسي بالأمن والأمان في البحرين موجود بشكل كامل، وهذا سبب انتقال عائلتي معي إلى مملكة البحرين. أتمنى دوام الأمن والأمان في البحرين. تعمل شرطة البحرين على تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور من مواطنين ومقيمين، استنادا على ثقة متبادلة وتقدير مجتمعي لدور وتاريخ الشرطة، وهو ما يتم على أساسه تطوير العمل الشرطي.